اهلا بحضراتكم مره تانية. وكنت بدردش مع دكتور صلاح في الفاصل، بقول له رغم الخساره الفادحه في الارواح والممتلكات وقطاع غزه دمر بالكامل، لكنه لدينا شعور يعني بانه القضيه الفلسطينيه انبعثت في العالم بشكل غير مسبوق. معرفش هو يتفق معايا في هذه الجزئيه ام لا، واصبحت درجه الوعي يمكن غير مسبوق بالقضيه، ما كانش موجود حتى في حرب 73، ما كانش موجود طوال تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي كله. يعني يمكن الناس بدات تفهم دلوقتي ما لم يفهموه من 70 عام. حضرتك بتتفق معايا في الجزئيه دي ولا لا؟ اتفق معك تماما بانه رغم نكبه غزه وما صنعوا الاحتلال من جحيم، وان الفلسطينيين ضحايا هذا العدوان والاحتلال منذ 76 عاما، الا ان السرديه الاسرائيليه تراجعت واختفت في مقابل سرديه حقيقيه حاولت اسرائيل اخفائها عبر ملايين الدولارات، مليارات الدولارات التي ضخت طبعا لترتيب وصياغه الوعي العالمي، واكاذيب كثيره حتى مع بدء هذا الحرب، اكاذيب عن حرق الاطفال وعن قتل واغتصاب النساء وشراء الاعلام وشراء الاصوات وشراء شراء الذمم طبعا، وشراء ايضا وفي هوليوود وغيرها من دول العالم، واحتكار المعلومات في قنوات اعلاميه مارست ازدواجيه معايير طبعا في مواجهه الحقائق، ولذلك لعبت ومع ذلك انهزمت. نعم انهزمت امام استحقاق الانسانيه، لان الاحرار في العالم انبثقوا ليدافعوا عن القضية الفلسطينية، وكانت هناك أسئلة، والفلسطينيين قدموا نموذج أنهم ضحايا فعلا لهذا العدوان، ولكنهم ليس ضحايا جيدين، هم ضحايا يقاتلون ويقاومون رغم فارق القوة الهائل بين طبعا إسرائيل وما بين الشعب الفلسطيني. ولذلك هذه النموذج الذي كما حتى الثقافة الفلسطينية أصبحت معلوم، الشال الفلسطيني أصبح شعار طبعا للمقاومة بشكل طبعاً عام، وليس فقط القضية شعار للإنسانية. نعم الرقصة الفلسطينية صحيح، الأكل الفلسطيني، الناس تضمنت بكل صحيح الأشكال والأنواع، هو جزء من التضامن، لأن التضامن مع فلسطين ومع قطاع غزة وتضامن مع الإنسانية في مواجهة هذه الإبادة الجماعية وفي مواجهة هذه التصفية والتهجير والإبادة للفلسطينيين. ولذلك أنت ترى أن هناك قرى، كنت أتحدث معك أن هناك قرى في العالم ونحن نتابع جيدا ولدينا شبكة سفراء نوايا حسنة في العالم نتابع جيدا، قرى لم يكن فيها أي نشاط سياسي في التاريخ بدأت تتضامن مع القضية الفلسطينية، وبالذات التغيير المفصلي في الولايات المتحدة الأمريكية. لاحظ معي طلاب الجامعات، الأكاديميين، عمال النقابات طبعاً، الفنانين، الكتاب، الصحفيين، الكثيرين، هناك تغير في الحقائق والمقاربة بدأت تكون تقترب من وتلمس هموم ومعاناة الفلسطينيين. وما مارست أيضا الولايات المتحدة الأمريكية من دعم بات محط إدانة من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، التي لأول مرة تكون هناك فيها تظاهرات في واشنطن مليونية، وأنا أقول لك أن نصف التظاهرات في العالم تضامنا مع الفلسطينيين كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، لم تبقى مدينة. لأول مرة مجالس مدن تصوت على وقف إطلاق النار، تصوت على وقف دعم دولة الاحتلال بالسلاح والمال، وإن كان لغاية الآن لم يتغير هذه المواقف ارتباطا بأن التجربة الانتخابية السابقة لا زال فيها اللوبي الصهيوني متحكما في مفاصل السياسة، وبالتالي لم تترجم في عملية انتخابية، ربما تترجم في عمليات انتخابية قادمة في صعود مزيد من المؤيدين للقضية الفلسطينية وفي زياد أعداد المؤيدين للقضية الفلسطينية، وهذا رأيناه في استطلاعات الرأي التي رفعت من نسب التأييد للقضية الفلسطينية من 42% في الحزب الديمقراطي إلى قرابة 74%، ثم في الشعب الأمريكي 70% باتوا يؤيدون القضية الفلسطينية، بل هناك مطالبات أكثر راديكالية لدى المتضامنين في أسبانيا وبلجيكا وفي دول من العالم، يتحدثوا عن فلسطين من المي إلى المي، البطيخة الكامل شعار نعم وأنت لاحظت يعني هناك تطور البطيخة شعار طبعًا. البطيخة أصبح شعار شعار لأنه عالمي، لأنه أحيانا أنت تتخيل أحيانا يمنع حرية الرأي تقمع. الآن اليوم قبل قليل اقتحمت الشرطة الأمريكية جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية واعتدت على المتظاهرين بهدف إنهاء هذا التضامن. امبارح كانت قصور في أسبانيا عليها هناك عشرات الآلاف المتظاهرين. هناك منع في فرنسا من مشاركة إسرائيل في معارض سلاح، واليوم هناك شركة بل إنتل ترفض توسعة مشاريعها ب 15 مليار دولار. بعض الجامعات في بلجيكا منعت التعاون العلمي نعم في كل هناك مكان. هناك مقاطعة أبعد بدأت، وهناك دول قاطعت كالبرازيل وكولومبيا وغيرها. ومزيد بالاعتراف الدولي، رئيس كولومبيا اليوم يعلن
أن الفحم 70% من صادرات إسرائيل من الفحم التي تغذي الكهرباء هي من كولومبيا. الرئيس الكولومبي عدا عن قطع علاقاته يؤكد بأنه لن تعود العلاقات التجارية أو يصدر الفحم إلا بعد وقف هذا العدوان. لذلك هناك دول تستخدم حتى هوامش القوة. أفريقيا تركيا وقف التجارة الحرة مع التجارة كبيرة هناك بينهم. الكثيرين هناك تغيرات بالعالم. رئيس تشيلي العالم ما قبل 7 أكتوبر ليس العالم طبعاً. ما بعد 7 أكتوبر تأكيد. إزاء القضية الفلسطينية وإزاء أيضا جملة القضايا. حتى البرلمان الأوروبي الذي فاز فيه اليمين في جزء إلا أن ارتفاع هناك ارتفاع في نسبة المؤيدين من أعضاء البرلمان. كان البرلمان هناك الفرنسي لو تحرك تفتكر العضو اللي رفع علم فلسطين فحصل له مشكلة راح البرلمانيين بعدها عملوا علم فلسطين طبعاً. عشان ما يتحرضوش طبعاً. باللبس طبعاً. بالملابس هناك داخل البرلمان الفرنسي. أنت تتحدث عن فرض عقوبات في المرحلة الأولى من بدء هذا العدوان، فرض عقوبات على المتظاهرين في ألمانيا وفرنسا، ومع ذلك يخرج المتظاهرين بالملايين في هذه الدول يمنعون هذه الدول من استمرار في احتكار أو على الأقل في الانحياز لدولة الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل باتت عبئا على شركائها طبعا. تعلن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بأن نتنياهو وجالنت إذا قدموا إلى أراضيها ستعتقلهم، ولذلك هم باتوا عبئا وأصبحوا في القائمة السوداء للأمم المتحدة. طبعا في القائمة العار، القائمة السوداء المنتهكة لحقوق الأطفال، وهذا ما طلبنا فيه سابقا، ولكن هذه المرة نتاج الفضائع المرتكبة. لك أن تتخيل 15,000 طفل، 15,360 طفل عدا عن 33,000 طفل. والله هضطرتهم هذه الأرواح لغاية قيام الدولة الفلسطينية. أنت تتحدث حتى الأمين العام اليوم في مؤتمر الاستجابة الإنسانية يتحدث عن 193 شهيد من العاملين في وكالة الغوث، من بينهم أخي نهرو الذي كان باحثا في وكالة الغوث والذي استشهد مع والدتي وأخته ونعم وسبعة من أفراد العائلة في مجزرة ارتكبت كما ارتكبت في بيوت العائلات المختلفة في يوم 7 ديسمبر عندما تم قصف منزل مجاور انهال على منزل أختي الذي كان يتواجد فيه كل أفراد العائلة وأصيب من أصيب بما فيهم ثلاثة من أبنائي. نحن نتحدث عن مسار هذا جميع سكان قطاع غزة عانوا من فصول هذه الإبادة الجماعية ولا تزال المجاعة تضرب أطنابها، ومع ذلك إسرائيل تستمر في التحكم في منسوب المساعدات رغم قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة وقرارات وتدابير محكمة العدل الدولية. لذلك هناك تطورات ولا زالت الولايات المتحدة النهاردة المؤتمر هيشكل ضغط كمان أعتقد ذلك وهذا مهم يعني. مهم في تشكيل تحالف إنساني وهذا أهم ما في المؤتمر بالزبط. التحالف الإنساني القادر على تجاوز المعيقات والعراقيل التي تضعها إسرائيل في دمام تدفق المساعدات الإنسانية عدا عن عمليات الإنعاش المبكر للخدمات الصحة طبعا. التي دمرت والتعليم وغيرها من خدمات المياه والبيئة والخدمات المختلفة اللازمة والقطاع الكهرباء وكل ما يتعلق بالخدمات السريعة اللازمة لإعادة على الأقل إنعاش القطاعات المختلفة من تقديم الخدمات إلى سكان قطاع إن شاء الله سيعود مع عيد الأضحى يعني إن شاء الله نصلي وندعي وإن شاء الله هنسمع أخبار كويس. أنا متفائل هذه المرة أنه يعني سيحدث شيء. أنا أود أن أشاركك هذا يعني التفاؤل ولكن يعني لغاية الآن كما تضغط الولايات المتحدة الأمريكية هناك حكومة يمين تريد أن تبقى في إطالة أمد الحرب ولذلك تناور وربما تستخدم هذا القرار رغم المأزق الموجود في إسرائيل لأنها تملك ما يؤدي لكن أصبح عليها ضغط وطبعا وعليها ضغط أصبح عليها ربما ضغط كبير في الداخل كمان هذا احتمال ولكن علينا أن نتعاطى أيضا مع احتمال أن هذا جزء أيضا أن إسرائيل ربما تمتنع عن إنفاذ قرارات مجلس الأمن كما فعلت مع تدابير محكمة العدل الدولية وأيضا كما فعلت مع قرار مجلس الأمن الإنساني بوقف نار إطلاق النار الإنساني الذي جرى في رمضان ولم تحترم دولة الاحتلال هذه طبعا. دولة مارقة تمارس إرهاب منظم وبالتالي ولكن النهاية علي طبعا إن شاء الله إن شاء الله وأيما كانت خيارات إسرائيل ستكون هي في مأزق ولكن علينا أن ندرك تماما حجم المأساة التي يعيشها الفلسطينيين والتي ينبغي أن تتضافر كل الجهود طبعا. من أجل وقف هذا العدوان وضمان إنفاذ كل المساعدات الإنسانية وتعزيز صمود الفلسطينيين ودعم نظامهم العادل من أجل الحرية والاستقلال طبعا.